كلام انا خلني اعرف هي تبغى ضعف تبقى خبيط خلق لخيتها دها مشانخ الموضوع اخي شقلها نكسايا هوطايا ما الك سايا هوطايا مو دي لان قايوث دي ومن مو كيطارس دها مشانخ بشغل خك مطوس على من دي تقيله الصيره كسايا هوطايا بشغله دها مزاغ عاري مرخ طقس وبشغل اخ مزاغ المناخ خاص مو دي الفرشونه بيناتهن كنت خمنا بيوخ لخ تعريف قاد دو براش دي اول مره بشغله مزاغ عار مزاغة عار مزاغة عار يمرخنا طلاب طقس مزاغة عار فايش إيدي عابي طقس ما إلى طقس طقس مزاغة عار إلى إكنواهد كساية هوبايا من جيب درق خيموثة من جيب مطرة من جيب رطيوثة من جيب خلصية عرايا خاق خيتها إلى إكنواهد كساية هوبايا من داني جيباني من استقص مزاغة قمت خرخلي جيبة مطرة خلص يا عراية رطيبوثة درجة خموثة والمتخة كرية وخطنيثة تخبتة إذا مزاغة عار إلى إكنواثة كساية هوبايا إكنواثة كساية هوبايا أخ متخري قاله المتخة كرية وكنيثة كنيثة تخبتة متخة كرية والكنيثة تخبتة لا فايدة الأربي ثمانية الشافة لا فايدة أربي وثمانية شعر لا فايدة أربي وثمانية شعر كأنه يمرخ لخ مزاغ طعار طقس مدينة دهوك مثلا إديو وقدمة وبمخينة تقريبا ماسك مثلا درجة الحرارة مثلا أرامنتا هتخى إلى درجة السليلوزاي يمرخ مثلا 3.5 أي سعرتها إلى 5 أمس معدلات أمطار إنها شمشة مثلا قنيثة إلى قلطة إلى أيوة إلى شمشنتة إلى قطوسة فوخة ميكانيكا مدن خاي قربياي مدن خاي ماسخة مرخة قربياي مع رواينة ميك بدل اتجاهاتيين قطوسة نسبة رطوبة هتخل أن كل ميك تفخ بيها يا لوفك يمر نشط الأنواع الجوية أترزي نحن نشط الأنواع الجوية بقر كل نشر أخبارية باطلق مذياع ومذياع ماخكي مثلا بآمر اديوم وزارة مثلا مدينة دهوك مدينة بغداد أربيل أي مدينة تاوية إلى المدخة أربي 8 صعدت اديو قدمة وبمخينة نتوقع درجات حرارة هاي هتخة فطوسة بيولوغ درجات دي نتوقع أنه كنايف الشمشة مثلا قنيثة لطلقتة لجو مشمسي لأيوانة هاوي مطرانة هاوي لت مطرة أنا فوخي دخيلي كلها أنا مدياني أمري لي قو مزارة عار يمرخ لي قو طقس أو ما يخص مزارة عار بالنسبة للمزارة أي مزارة آر من ليني مو طقس يوم كنت سخنا بعربي طلاب قال أفهم يعني طقس مشانخ المزارة مزارة الجاندية يعني مزارة يعني مو مناخ مزارة مناخ هل هتخائلة أي كنايوثة كسايا هوبايا أي كنا المتخة ياريخة والبنياثة بنياثة ين أغدانة ين قليمة ين قليمة أمرخ ين أغدانة تخبر واضح الطلاب إذن أوباني ليك النواد كساية أوباية بس المدخة ياريخة لا المدخة هل أربي 8 شعر لا مدخة ياريخة مثلا أمرت شخلافة قيطة ماسخ أمرخ قليمة كردستان إيلة هتخى مطرة دي هتخى إيلة فوخة دي هتخى درة خيموثة دي أن إحداثياتها معلومات مثلا مناخ العراق إيلة مثلا أمرخ قيطة ستوى إيلة أمرخ إيلة ستوانة ستوى دي إلى قريرة مطرانة وقيطة دي إلى ماسخ أمرخ شخينة وبروزة أو إلى هالوخ مناخ الخاشيتا الخائط مفصل كامل يعني في هذا الطلاق يرخي أربع يرخي الشيتة ترسر يرخي لا بس أختق أربي 8 صعدت هل أربي 8 صعدت أي أيك بشكلها قمزاغة أهر قطقص أما بالنسبة المناخ كذا بخلاق عربي لخ مناخ لا يتعدى يرخي طلاق يرخي اشتا يرخي شوه هل ترسر هل خاشيتا وبالنسبة المزاغة أهر منك شكل يخلي البسق خفنيتا
كان يمرت مدينة الدوق هات خيلة أربيل هات خيلة بغداد هات خيلة قطرسة مدينة روما لندن درجة حرارة هات خيلة جاودية موسكو بس بالنسبة لمناخ من مزاق عار إلى أي كنوات سايها وفايا من دن استخص مزاعات متخريني قرصة إلى خمة إلى يعني درجة خيموثة رطوبة مطرات خصي عراي المدخل ريخة مثلا بأقمة ستوى قأقمة قيطة قشيتة كلها ولا بس أختي قخابنيتها لا قخاداولتها يمرت مثلا قو مزارة أرطقس يمرت مثلا مدينة أربيل أختي بس محدد لقان مدينة دهوك بس بالنسبة لمزاغة مناخ لا يمرت العراق كلها يعني قليمة كردستان مثلا قطوسة مثلا بنياسة قليمة مثلا تايم لمدرخة آسيا هات خيلة شرق الصين هات خيلة مزاغة منادية مصعد يوروب هات خيلة مزاغة دي المدخل شيتا يعني قو أقمل ستوين قيطة يعني شاقلوخ بنياسة بشرويخة هاوي دولاته هاوي اقليمه شوفانه بش قورق مزاته لا بس خمبي تشاق لاي كنايوت ديا او خينا بنياته بشرويخه هاوي قو مزاغه ار شاقلوخ متخه كريا الا قو مزاغه شاقلوخ متخه ياريخه يعني بش ما صمرك فصول السنه كلي يعني شاقلوخ الخا مثلا اشتارخه زوده هالشيتا شاقلوخ ياولوخ ما صمرك مودع عنياتها در اي كنواته مزاغه قاودي اي كنوات كسايها وفايقه قاودي او اي ما يخص مزارة عار فرق ديا من مزارة ان بس ما رق طبعا اي قو فاطلاتي شوه قو فاطلات ثمانية ان بيت يودخ فخموتة بين مزارة عار ومزارة ماس امرخ يودخ فخموتة لخ قمولة ما طاو ما شفر مسجلخ لخ ماس امرخ يودخ للسؤال كيف رخ لفخموتة بيناتيها ما ايثن فخموتة ما ايثن فرشنية بين مزارة عار امرخ قطوسة مزارة ما الى فرشنية بل مزارة عار قطوسة كتف الأخ أدخل أخ سر قادم أو دخ أخ بكتفك مزارة عار مزارة عار طقس أخ بكتفك مزارة يعني مناخ خازخ مودي الفرق بيناتهم أخ بكتفك أي كنايوثت كساي هوفايا هوفايا متخة كريا مدخة كريا ليه فايت 48 ساعته هل 48 شعاته سباي لا أخا مقابل ديا أي كنايوثة كسايها وفايا مدخة ياريخة مدخة ياريخة مدخة ياريخة مريني يعني ما صمرخ ماطع الشيتة هل خد شيتة شيتا ين مثلا قطوس يمرخ ين خك ين الأقمة ين خد أقمة ين شخلاق خد شخلاق مثلا ست ودي بأمرك قليمة كردستان عراق ست ودي لاتخا مصعد عراق ست ودي لاتخا تيمنة عراق قيطة دي لأبدو بصدر بموجب لأني أكنواتا ماسو أكنوات سايها وقالت سبا أي خا مقارنة مقارنة تري أخا ما صامرخ لخا أو إلى البنيتة تخبتة قا خد بنيتة تخبتة أخد بنيتة تخبتة مدينة محددة قامت أربيل بغداد دهوك سليمانية أي تغير لخا مقابل دي لا قا خد أغدانوتا يان خاق ليمة قطوسة يان خاسامة من يبشتة كل أن بيشي مصطي أحداثي هادية أو إيوة برشونيا بالطقسة يعني مزارة آر مزارة ده مشانخ الموضوع تريق هازخ ما إنا خويشاتة كسايا حوفا أك أخ شوي خويشاتة كسايا حوفا كي طرسي من كساية هوفايا أو الغلاف الغازي كي طارس من
أخا درجة خلموثة درجات الحرارة دترين خلص يا عرايا ضغط الجوي خلص يا عرايا فلافة غارس من رطيوثة رطوبة وما صمرخ ومطرة أربعة من بوخي الرياح من بوخي أو الرياح آثخ الخاء درجة خلموثة أن إنا محتويات نخوي شافت ساي هو بايب خوكا مايا درجة خلموثة بالنسبة لدرجة خلموثة طبعا احنا يدخ مصادر الحرارة يعني درجات الحرارة مصدر دي الرئيسي لشمشة أكيد حتى كوكب قاني يعني شغلي له بحرة وخلموثة من شمشة بس بيخ يدخ خاصة لخا مو ديني مبوعي يعني ما صمخ ما إلي مصادر الحرارة بش يدخل الاستفادة من هذه خا إنه تلوخ أو ألا بدرجة قميثة إلى من شمشة من شمشة طبعا هو إلى مصدر طبيعي هالبلد مبوعة ريشاية مبوعة ريشاية إنه شمشة إلى مصدر حراري أو بش قورة أو بش ما صمت يقرأ اللي أرى بتريب أو بيث بشغله بيث إلى من عوبة أرعى مبوعة بدرجة خلموثة من عوبة يعني من باطن الأرض من عوبة أرعى من مياه من عوبة أرعى من قطوسة بلكانة من براكين بلكانة ويل من أغوغي من أغوغي قطوسة أمرخ لينابيع أغوغي أمرخ نابيعة إيثن خو باطن الأرض أنا ما صمرخ أي سخونة أي حرارة إلى وقباط الأرض ما صمر خابة إلى تلوخ مصخورات هنا في شارع نخم خومة هنا بقبوق القاوة أرعى فأن كل مودي وهذا انبعاث أو انبعاث دي مطايلة على شطخة أرعى فهو بايشتغ إذا خا مصدر خينة مصدر طبيعي طماي إلى شمشة بعدين إلى من عوبة أرعى من باط الأرض تلوخ جمل تلوخ من برناشة مبوعة صنع ثنايا مبوعة صنع ثنايا صنع ثنايا ما كآت آته من برناشة يعني دي من برناشة طبعا هالبت أو مصدر صناعي ده الغازات أبخر الحرارة دي لبلاطة من مصانع من معامل ما سموه دنت من أسلحة من تجارب نووية قطوسة من قاني مفلخة برناشة خاصة الشخينوثة يعني غاز مفلوخة أكيد وادي لما صمره جو وهذا مصدر حراري يعني من خلال مثلا جوستو مفلوخة صوبات هي تراتينة اي اجهزه وادر توليد حراره كل ان مشكول نمو في اشياء مصادر حراريه بس اكيد اقوى مصدر حراري الى شمشه رشاعه رئيسي له بعدين اتي من عوبه ارعى مغديله واي براكين قطوسه اطلاقات مصادر صناعيه الى من صنع برناشه قامد يعني من دي ثقيله مصطنع اوكي هالبت درجات حراره مخمري قالوا ساي هو باي تنظيم درجات الحراره لها ما صمرك سايها وبايا دها الثاني بخازق وغرابة ينخمي موثة بأسقاوة إلى درجة غرابة نخيانة وقنخي قبرنا شوثة فإذا لخك سايها وبايا تنظيم يعني يود كنترول لدرجات الحرارة بآخ لخ بخازق مشخخ قالا لخ خا موضوع خيانة بشكل لخ بنيات درجة خيموثة بنيات درجة خيموثة بخازق الشوباني إلى قريرة شوباني إلى قريرة على الكستر عيتا شوبانه هنا خاص دكانه هنا قريره هنا دكانه هنا خمانه دكانه هنا تقوله واي الموديل كثيفه قطوسه الدكانه هنا خميمه رابه ودكانه هنا تقوله ودكانه هنا خمانه الى كثيفه لك ما الى رقايوثه ما صبر قربايوثه من سرطه الشيوثه شوبانه هنا بش قربه السرطه الشيوثه ما صبر يعني التخ من سرطه الشيوثه يعني من الله من سرطه الشيوثه بخا متخا يعني ما صبي خكمة خضرة قريبة هاي الكروخية السرطلانة من قريبية وكروخية قدية تيمنا من خط الاستواء حقيقة أن بنياتها خميمة هاي بنياتها خميمة هاي كمترخ خدشة من سرطة الشيوثة بخا متخا ما صمرخ ماطل اشتوشة ودرغة يعني قماطل قطبة قريبية وقطبة تيمنا يعني بنياتها هاي تقولي ومري قالوا في معيار ستاندردية إلى خط الاستواء خط الشيوثة اطلق دكان قرير قرير رابة أوباني ما صمرخ إنا إلى رخ قرابة من سرطة الشيوثة رخ قائمة من سرطة الشيوثة وأي كل كليثة المو
الجنيتة زلقت شمشة، الجنيتة زلقت شمشة. طب آثخ موضحخ ماسخ مرخ بنياتة اتني لخة بنياتة ايت سؤال ايت بنياتة خميمة وبنياتة قريرة يعني امرخ باصور دات خيموتة وايت بنياتة وايت بنياتة كيهاوي تقولة يعني معتدل درجات الحرارة دي. بآثخ ماس أمرخ قمودي هاوي لخا إذا السؤال بأمر لخا مو دين أسباب يدخل السؤال لخا سؤال سؤال مرة ألثا هل علل ألثا ما إلي علاثة ما إلى علاثة ريمتت ريمتت درة خميمة ما إلى علاثة ريمتت درة خميمة سباي ومشكختت قاليني ريمتة وبصرتة درة خميمة أوكي وتقولوثة هل هذا تقولوثة خا زا زلقة شمشة إلى الصورة بمو إلى الصورة بزلقة شمشة وزاويته زاويته زاويته مبلتت زلقة شمشة زاويته مبلتت زلقة شمشة يلو كمت هاوية زلقة شمشة عموديتها يدمت عموديتها زلقة شمشة هاوية زلقة هاوي عمودايه عمودايه ين دموس عمودايه معودي قا معودي قا ريمتت ريمتت ضرغت خميموس يعني بمعنى ان ريود خرس بلخه بسيط اترك لخه زلقة شمشة اي الى شمشة مرة كمت هاوي دي دختمر أشعة الشمس زلق الشمشة بيلة بإسكيمة عمودايا على شد خط أرعى نفلي بإسكيمة عمودايا يندمث عمودايا يعني عمودي أو شبه عمودي مبعاوت ريامتت درجة خليموثة يود ارتفاع بدرجات الحرارة وأو من يخازق لخاصة مناطق تقينة مناطق تقينة قربة من سرطة الشيوثة أو كرخية تقينة قربة من سرطة الشيوثة بخ ما صم بخ خضرة بشيطة أخذ درجات حرارة مراني جوبنيثة صرطة شيوثة جانية فنياتة كرخياية إينا فرب الصوت الشيوثة صارت لانة قد يدخ درجات خيموثة كيرين خمو والسبب الرئيسي نزلق الشمس ينفارب إسكيمة عمودايا يندمث عمودا آية لوالد سبب قريمة درجات خيموثة بخازخ أوكي دي بخازخ تفاصيل دي يعني طمو بالأساس إلى واي ارتفاع بدرجة الحرارة أوكي خا زلق الشمشة يعني الحالة الأولى مريني زلق الشمشة كمتها عمودية معودية عمودية تموت عمودية معودية على الدرجة ويامت الدرجة خيموثة صباح أوكي مودي الآلية دي آلية دي إلى كالآلية أوكي خاء نغزة خاء قلت هاوي زلق الشمشة عمودية زلق الشمشة عمودية ين تموت عمودية عمودية ما بودي بش ماطي ماس امرخ الى بش ماطي بش ماطي بسرهاوة بش ماطي بسرهاوة بسرهاوة على شدخة ارعى بش ماطي بسرهاوة على شدخة ارعى يعني كمت هاوي الشمشة ماس اشعة الشمس بفالة على شدخة ارعى بدائرة هاوي ماس امرخ مباشر صوبائيت معودي انه ما صار بش الصورة عادية بش هاوي خيال انت بش هاوي خيال انت ليلة مختار هاي شمشة جنيثة بس ان هاي شمشة جنيثة قطوسة ان هاي زلقة شمشة جنية بدو بصلة خينا بدو اسكيمة خينا مباري سرعة لمطية جنبي يعني الوقت المستغرق
انطيت الزلقة شمش على الأرعى قلت هاوي الزلقة عمودات وش عمودات بش هاوي كرية بش هاوي قربة ما صمرخ بسر هاوى ما طيب هاوي زلقة قنية سبايل أي أي كنايوثة قميتها أي كنايوثة تري أي كنايوثة تري اتلوخ لخة تري زلقة شمشة عمودايا زلقة شمشة عمودايا كي ماس أمرخ كي نبلي على على ماس أمرخ الخا رويخوثة ين شطيخوثة تخبتة تخبتة من شطخة أرعى من شطخة أرعى أرعى بمعنى زلق الشمشة قلت ماخي بس كيمة عمودية يعني مث عمودية على شطخة أرعى شقلي خا مساحة يعني ما صمرك يقرأ يعني ما صمرك تأثير أشعة الشمس بدن دكانه هاوي الخا مساحة محدودة يعني ما صمرك كل ضغط الشمشة وزلقة دي ويقرأ خميموثة دي نفل خبنيته وخبته ليلة مختاوي زلقة جنية هاي زلقة جنية مو باري لخا جو زلقة جنية ماس أمرخ زلقة شمشة لخا مو فربسي موزعي بحيث شقلي مساحات بشر ويخة من كستر عايتة وغدخة باصروثة خميموثة ديان زخد خميموثة ديان بش باصر واضح يا طلاب يعني كمت هاي زلقة شمشة عمودايا كمت عمودايا نبلي بسر هاوى اي كانت قميت اي كانت تري نبلي قخا بنياثة ماس أمرخ شلطنا على يعني يقرت زلقة شمشة على دي معودة قديه فنيثة ريام تدرت خيموثة مختخازخ أيكا قو مناطق دينا مناطق الاستوائية بالضبط لخا مخت متخرن لخا دينا فرب السلطة الشويوثة نبلي قو بنياثة زلقة شمشة عمودات مث عمودات قو بنياثة سلطة الشويوثة كروخياية لخا أمري معودة علمو ريام تدرغة خيموثة يعني زلقة شمشة عمودات تقاودية إلا قو بنياثة هاوي قريرة يرجح أنه سبب إنه بنياثة قريروثي زلقة شمشة يدخي هاوي ما صمرخ هاوي جنية وجنية ديان خيلان تاوية معودة إنه زلقة شمشة لما تبصر هاوى لأن بنياثة لما تبصر هاوى لأن بنياثة ومن دي خيانة هاوي لخ يفربسها يعني تتوزع باري يعني توزيع ينفلختها قو زلقة شمشة معودة على الموه على بصرتة درغة خنية أو يوام ما يخص إذا بآخ لخ السبب لتريه Okay. عرثة التري قا ريامتت درغة خميموثة يا لوفن يديدة عرثة التري إلى يرخة يوم إلى مرن ألف قميت إلى زاوية فلتة شمشة بين عموديثة زلقة شمشة عموديثة لا عموديثة هذا سبب تري يرخت يوما إذا ماس خمرة تري يرخت يوما سباي أو ما تلا علاقة يرخت يوما بريام في درس خيموثة كما تهاوي كما تهاوي يوم ياريخة يوم ياريخ خاصة إيم خازخ ليوم ياريخ ققيطة معروف لأنه بخلتان ققيطة إنه يوم يدي ياريخة ما طلع أربع سرصة خمسة سرصة الليلة دي كرية كمتها يوم ياريخ بمعنى شمشة أزرقتها شمشة أزرقتها إلى ما صمر شعات يوم هاوي خمسة سر ين إشتاء سر دانات أربع سر حسب خاصة إنه بلقى ققيطة فكمت هاي شمشة أزرقتها يوم بليطة هاوي بمعنى شمشة إيثن درخت خيموثة رايبة خاصة قوستوا بالعكس قوستوا يوم هاوي كريا يوم كريا وكريا هاوي وليلة ياريخة ليلة ياريخة ما عود تعلمو كمت ليلة هاوي ياريخة ما صامرخ لخة قنيلة شمشة فإذا المو بصري درغة خيموثة أفو إلى وايخة من أسباب أسباب أو إذا سوى إذا سوى قمايا قاريمته بصر درد خيموثة إلى زاوية فلتة شمشة مرة زلقة شمشة عمودية يدمس عمودية معودة عريمته درد خيموثة زلقة شمشة تهاوي ماس أمرخ جنية وجنية حسب زاوية الجنية دي معودة على زلقة شمشة عمودية عريمته درد خيموثة زلقة شمشة
تهاوي قنية ما إلى هاوي مع ودي على إنه بصرت درد خيموثة والأسباب تمرني خا بالنسبة لزلقي شمشي عمداية نقلقو بنياثة تهاوي مع ودي على ريم درد خيموثة مغذية بنياثة كروخيات بنياثة شوياي لنزلقي شمشي عمداية قاودية بش ماطي بصر هاو زلقي شمشي من دي خينا زلقي شمشي كتاب عمداية دمت عمداية يركز يعني ما صبرق وخاف نيثة وخبتة مع ودي إنه أنا بنياثة رم درد خيموثة دي بعكس زلقي شمشي قنية كمتها ميلان يعني ما صبر ميلان دي خيلان زاوية قنيت دي خيلان تهاوية إنه لما تزلق شيء مشي بصر هوا وكي بربسة يعني ما صي يعني ما صزلق شيء مشى بيشي بالتهن قبنياث رويخة معود على الباصود على الخيمة برأي سوي ترى إلى يرخى يوم كمتها يوم يرخى كمت إذا شيء مشى يوم يرخى هوا بمعنى ما صبر غيار ميدرخ درخ خيموثة كمتها يوم كريا كي بصري درخ خيموثة وبآتخ السبب خيانة للصفيوث آر صفيوثة آر صفيوثة آر طبعا آر يعني نقاوة الجو أو صفاء الجو كمتها جو ما صمرخ صبكية لها قاودي إبرة لها قاودي غبار مو هذا سبب قد أنه ريمة درجة خيموثة زلقة شمشة بش لها عاد قاردية حاجس قمطيثة دي كمتها زلقة شمشة كمتها جو جو قاندي هاي إبرانة هاي ما صمرخ ليقة خكمة مثلا رطوبانة هاوي لا بالعكس أي موية وده ميصة ينقرشة من زخم يعني من خيرة زلقي شمشة مع ودي على بصرتة درجة خيموثة أي باتون البالوخن طلاب آخر هذا بنياثة درجة خيموثة مقسم خلال طلاب بنياثة إت 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 طلافة بنياثة درجة خيموثة سباي الثاني خا بنياثة خميمة بنياثة خميمة الثاني بنياثة تقولة طبعا بنياثة تقولة بنياثة خميمة تقولة الثاني بنياثة تقولة قربياية قربياية أختي مناية اتلوخ بنيته خممته اتلوخ بالتقوال قربية اتلوخ طلافة بنياته قريرة بنياته قريرة قريرة أبان اتلوخ قربياي وتيمناي قربياي وتيمناي بالنسبة لبنياته خميمة إنا معروف ينزل قيشم شاها عمودية دمت عمودية تقاودية سبب ريام تدرق خيموثة قاودية إلى إنه بيداو بصلة إلى بداية زاوية تنفارز قيشم شاها بالنسبة لبنياته التقوالة الثانية المعتدلة إلى قربياي تيمناي تهاوي خا المسافة من تماسهم رخ رخ قايوثة تي من سرطة شيوثة النقل القربية من كرخيا السرطلانة والماسهم رخ يعني إلى تيمنا من كرخيا جدية مدار الجدية صفا أتلاني بنياثة قريرة تري بنياثة قريرة إنا خا مني هاوية قربة قطبة قربياي أخيرا قطبة قربياي أو إلى قطبة تيمناي لخا أن بنياثة ما صمرخ أو إلى سرطة شيوثة هاوي قريرة قمودي من سبب قموها إلى يعني بنياثة قريرة علل ودنا مسجل لك اسلوك علل بنيثة تقولت قربيايتا الثاني بنيثة تقولت بالنسبة بنيثة قريرتا أن بنياثة قريرة قربياي وبنياثة قريرة تيمناي أن ما صمرخ خامناي إلى بنيثة قربياي إلى قربة قطب الشمالي قطب قربياي خيثة بنيثة قريرتا تيمنايتا إلى قربة قطب تيمناي قمودينا ما صمرخ قريرة السبب انه داير المو دايري انه زاوية فلت الشمشة هاوي قنيتها هاوي قنيتها خيلان تقاي طلاب ارجو انه انت انتبه فاست اربي وتريئي اتلوخ على اللخة سبب قريرة ان بنياثة من سبب اشرت لك اسلوخ لقنيتها خيلان تزلق الشمشة طبعا دي بقى خلاخة كالتة خامي موسى بشغل موضوع خيانة كالتة خامي موسى اتلين كالتة خامي موسى الى المقياس تجاوز كالتة خامي موسى خلاص